لسه. طيب ندخلكم ندخل الجماهير معانا حتى يشاركوا معانا، يعني توقعوا نتيجة المباراة يا جماعة، وتوقعوا صاحب هدف الفوز ان شاء الله يكون من نصيبنا الاهلي ان شاء الله باذن الله. طيب معايا كريم احمد. كريم احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا كريم. يعني طمنا، في جماهير مفيش جماهير؟ قول لي ايه الموضوع. والله يمكن من الاشياء المحزنه جدا يا كابتن ميدو ان احنا ما نشوفش جمهور النادي الاهلي مستند كالعاده في المباريات وفي الظروف الصعبه دي. كنا متوقعين النهارده يكون في عدد قليل حتى من الجمهور كالعاده ما بيكونوا متواجدين، لكن اقدر اقول لك ان يمكن في 10 اشخاص يا كابتن ميدو في مدرج خاص بالنادي الاهلي. امر طبعا يمكن شفنا كابتن سيد عبد الحفيظ دخل الملعب مجرد وصول فريق النادي الاهلي، بص كده على المدرجات كالعاده كابتن سيد بيبقى متواجد، بيبص على ارضيه الملعب بيشوف حضور يمكن في جمهور النادي الاهلي مثلا. ايوه، ايه السبب؟ ايه السبب يا كريم؟ السبب يعني ممنوعين من المجيء ولا ايه؟ ما انا مش عارف. والله حتى الان يا كابتن ميدو يمكن كل المتواجد ما عدا عواد. بالنسبه للتذاكر الامر ده يمكن مش مفهوم حتى اللحظه دي بالنسبه للدعوات، الناس اللي معاها دعوات دخلت، لكن التذاكر المفروض ان هي بتوزع على الجمهور العادي اللي هو بيهاجر النادي الاهلي عامه في كل المباريات. ده الامر اللي احنا مش مفهوم حتى هذه اللحظه، هل بالفعل التذاكر يمكن الناس بتقول ان ما اتختمتش بالفعل التذاكر من الاموال العامه او من المباحث الجنائيه الخاصه بيها التذاكر. الامر ده يمكن مش مفهوم شويه، لكن بنحاول ان احنا نستقبل كريم يشوف لنا الموضوع. كريم طب اسال حد من النادي الاهلي يقول لهم ايه سبب منع الجماهير او ايه سبب عدم تواجد الجماهير. الجماهير عايزه تعرف لو سمحت. حاضر يا كابتن ميدو، في خلال لحظات اكيد هيكون معانا احد المسؤولين الشؤون العميد محمد مرجان، نحاول ان احنا نتواصل معاه. لكن انا يمكن المعلومه اللي عندي يا كابتن ميدو ان يمكن التذاكر الخاصه بجماهير النادي الاهلي ما اتختمتش، يعني التذاكر ده ما هي ما بتتختمش. تذاكر النادي الاهلي ما بتتختمش على طول؟ الدعوات هي اللي تم ختمها كابتن ميدو، التذاكر هي اللي ما تختمتش لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي، بدليل ان مفيش واحد من جمهور النادي الاهلي متواجد. فقالنا اللي متواجد معاه تذكره ولا لا؟ ما ختمتش، يبقى الامن ما وافقش. الدعوات هي اللي متواجده في المدرجات برضه، يعني الامن مش موافق. طب يا كريم، يا ريت بس نعرف الدنيا فيها ايه عشان نطمن الناس، عشان نعرف بصراحه يعني حاجه بصراحه قفلت لنا الدنيا. ماشي كريم احمد، شكرا جدا ليك، وهستناك تجيب لنا حد او تعرف المعلومه بس. التذاكر يا ميدو بتتختم بعد ما تاكد لنا عليها.